العشاء؟ لا اسلام حبيبي، بدي فوت نام على بكير، بكرة عندي سفرة لطرطوس. لذلك الله يوفقك، جهزي لي الشنطاي وحطي لي كم غيار هيك وكم بدلة. ليش بدك تطول؟ يعني 10-15 يوم. بس مالك بالعادة تطول كل هالقد؟ لك في بضاعة للشركة بدي طلعها، وفي وفد أجنبي بدنا نقابله. ايوه، ورايح لحالك؟ لا، مع الأستاذ برهان. هذا اللي طلق مرته لأنه ما بتجيب أولاد؟ اي مزبوط هو. وين نازلين؟ وين بدنا ننزل يعني؟ بالفندق. ومعكم نسوان بالوفد الأجنبي؟ لك شو نسوان وما نسوان؟ لا ما عنده نسوان ولا بنات، طمني. أصبح بس توصل على طرطوس اتصل فيني لحتى أعرف وين نازل. وين بدي أنزل يعني؟ فندق الشاطئ. وحضرتك بياني هون ولا رايح لبيت أهلك؟ شو روح لعند أهلي؟ لا رح ضل هون طبعا، ورح اتصل بأختي سوسن خليها تجي تنام عندي. ألو مرحبا، فندق الشاطئ؟ لو سمحتي بدي الأستاذ مازن الصباغ. مو بغرفته؟ طيب إذا ممكن تقولي له إنه اتصل زوجته فيه من الشام. شكرا. ألو مرحبا، فندق الشاطئ؟ إذا سمحتي بدي الأستاذ مازن الصباغ. إيه زوجته. شكرا. ألو مرحبا مازن، لك وينك؟ صرت متصلة فيك أكثر من مرة. إيه ماشي الحال. إيه مازن، في إلك عندي خبر كتير كتير حلو. ما رح أقول لك يا هلأ على التليفون، بس تجي بتعرفه. إيه إمتى جاي؟ إيه أوكي خلص، مع السلامة. طمني، كيف كانت سفرتك؟ يا ستي سفرتي متعبة جدا، طول النهار بهالشوب، طوبة وغبرة وتعب بهالمين على استلام وتسليم وخوض وهاد، بتعرف يعني. الله يعطيك العافية. لك الله يعافيكي، قولي لي بقى، شو هالخبر يلي عندك وما رضيتي تحكي لي على التليفون؟ شغلتي لي بالي. يا سيدي أنا بشرك إني حامل. شو؟ حامل؟ إي نعم، ويمكن توم. أكيد. إيه لكن لحتى تعرف إني أنا بجيب أولاد، مو مثل مرت رفيقك اللي اتطلقت.